طابت أوقاتكم. بعد تكرار استهداف مناطقهم وقياداتهم في كركوك، التركمان يطالبون بإجراءات فعلية لحمايتهم وتمثيل منصف في مجلس المحافظة. ما هو رأيك؟ ماجد توفيق يقول: تركمان في كركوك ثلث المقاعد، لكنهم منقسمون بين سنة وشيعة حتى ضاع تمثيلهم طائفيا وقوميا، فأصبحوا هدفا سهلا للقوميين من جهة وللطائفيين من جهة أخرى، فلا يمكن حمايتهم إلا بتوحدهم أو في ظل نظام يتعامل على أساس المواطنة. عمار حميد: لن تنعم كركوك بالأمان طالما تستمر المكونات السياسية بالرغبة في الاستحواذ على المدينة على حساب غيرها، وعليه يجب على جميع المكونات الإيمان بالتعايش السلمي وعدم الاستقواء بالخارج واللجوء إلى بغداد العاصمة من أجل تحقيق العدالة عبر الحوار، ومن غير هذه الشروط بكل تأكيد ستزداد الأمور تعقيداً. نور العيون حسين: الأخوة التركمان من القوميات المحترمة والمهمة في المجتمع العراقي، وتواجدهم في محافظة كركوك مهم جدا لحفظ التوازن العراقي، وحمايتهم واجبة على الحكومة المركزية. دكتور محمد عزيز في التويتر يقول: يجب أن يكون للدولة إجراء رادع لكل تحرك من الممكن أن يزحزح السلم المجتمعي، فالمكون التركماني جزء لا يتجزأ من النسيج العراقي، ولهم الحق في تمثيل يناسب وجودهم داخل المحافظة. محمد المياحي: على الحكومة أن توفر لهم الحماية الكافية، لأنهم دائما يتعرضون للهجمات، وأن يكون لهم تمثيل حقيقي في أجهزة الدولة، لأنهم يشكلون النسبة الأكبر في محافظة كركوك، وهم جزء من المجتمع العراقي، وعلى الحكومة أن تحافظ على سلامتهم. مرشد التميمي يقول: يجب إصدار قانون خاص بمحافظة كركوك يمنع العبارات العنصرية والدينية وتجريم كل من ينادي بها، لتذوب كل الطوائف والقوميات باعتبارهم أبناء كركوك وليس أبناء الطوائف والقوميات، وهذا هو الحل الأمثل لتكون المحافظة آمنة.